لله. طب ايه يا ماما
على فكره نفس الايتيولوجي بتاع اللي خلى الست تكمل مبكره هو الست نفس الايتيولوجي يخليها ايه؟ تسقط. نفس عند الايتيولوجي بتاع الابورشن، فاكرين من اول السنه الابورشن ده كان حاجه من اثنين، يا سبونتينيوس يا ايه؟ انديوس. يعني ايه انديوس؟ يعني انت اللي بتعمله. يعني ايه سبونتينيوس؟ يعني حصل من نفسه الست اظهرت نتيجه لسبب فيها جنرال او سبب في المنطقه تحت لوكال او سبب عندي في البيبي فيتا. طب ما هو نفس الكلام ده اجهاض بس متاخر شويه بعد الاسبوع 28 لغايه 37. فنفس الكلام شايف الاسباب اللي ايه؟ اسباب ايه؟ سبونتينيوس انديوس. طب السؤال ده جه السنه اللي فاتت 2006 والناس قالوا لهم انيوميريت ايتيولوجي اوف بري تيرم ليبر. طبعا السنه المتوقع انيوميريت ايتيولوجي في اي جي ار اوكي. قالوا انيوميريت ايتيولوجي اوف بري تيرم كل العيال طالعه من الامتحان عملوا ايه سويت؟ السبب كان كامل انديوز نص نام يا مونتاج دي نص الاسباب انديوز حرام عليك. وقعدت اقول للناس مش انا عمال اقول لك شبه الابورشن شبه الابورشن شبه افتكر بقى ماشي يا دكتور يا سبونتينيوس انديوز. يعني ايه يا دكتور انديوز؟ مش عارف كاتب لك انديوز فور ايه؟ فور ماترنال فور فيتال سيك. يعني ايه يا دكتور؟ يعني الام عندي عندها مشكله مرض زي مين مثلا؟ اكلامسيا. ايه العلاج بتاع الاكلامسيا؟ هنزل البيبي ترمينيشن اوف بريجنسي بغض النظر عن مين؟ عن الماتيورتي. يبقى انت بتنزل البيبي بتعمل ايديوز بري تيرم ليبر فور ماتيرنال سيك. يبقى اشهر حاجه اكتب جنب الام بري اكلامسي اكلامسي ده اشهر سبب في الام تخليك تنزل البيبي بغض النظر عن الماتيورتي. طب يعني ايه يا دكتور انك تعمل ايديوز بري تيرم ليبر فور فيتال سيك؟ فاكرين البيبي الاي جي ار اللي هفضل حاطه في المستشفى وهتعمل ايه عليه يا دكتور؟ هفضل اعمل عليه عندي فول اب بالفيتا والدين والدكتور. طب افرض مره النادي قال لي الحق الفيتا والدين دي زباله والبيبي على وشك الموت، اقول له لا نزله احسن. يا دكتور ده كده بريتر ليه؟ احسن ما يموت جوه الام، نزله يمكن يعيش في الحضانه ولا حاجه. يبقى اشهر مثل للانديوز بريتر ليبر فور فيتال سيت اي جي ار. بيبي اي جي ار وعمال يتعب يتعب معايا نزله قبل ما يموت جوه الخط. دي اللي اسمها ايه؟ انديوز بريتيرم ليبر. طب يعني ايه يا دكتور سبونتينيوس بريتيرم ليبر؟ سبونتينيوس يعني هم اللي طردوا عندي البيبي. طردوا هم مين دول؟ نفس اسباب الابورشن. يا ماترنال يا فيتال يا لوكال عندي. طب يا دكتور يعني ايه عندي ماترنال؟ ولا نفس الكلام. ام بخيله. فاكر ايه هي الام البخيله؟ كل الهاي ريسك بريجنس وايه في انجلترا؟ سجاير. وايه في الدول المتخلفه؟ سوء التغذيه. قصدك يا دكتور ان الام البخيله دي ممكن تعمل ايه او ايه؟ اي جي ار او مين؟ او بريتون ميت او الاثنين مع بعض. غالبا الام البخيله بص بص شايف كده اي جي ار اي جي ار اي جي ار اي جي ار هوب 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 البيبي هيموت. عارف الاسم اللي هعمل له ايه؟ بريتون ميت ومنزل. يبقى هم هتفضل تدخل عليه تدخل عليه يا دكتور هيموت. لا اوتوماتيك هتلاقيه نزل الفيتر ليه. طيب دي المذر. طيب والفيتس يا دكتور كاتب ايه؟ كاتب لك عندي ثلاث حاجات توينز كونجنتال فيتال مالفورميشن هايدروسيتاليس 50 جنيه اللي بيقول لي علاقه بين الثلاث حاجات دول غير ان هم دول الثلاث حاجات اللي لسه ما فهمهمش في الاستاذ كلهم ايه؟ كبار عاملين ديستنشن لمين؟ لليوترس. توينز اوفر ستريتش بيبي مشوه اوفر ستريتش هايدروسيتاليس اوفر ستريتش. يبقى اي حاجه في البيبي وتصادف ان هي لسه الحاجات اللي ما خدناهاش عامله ايه؟ عامله اوفر ستريتش عند الرحم والعقل الرحم فيها لاس الشيب مين؟ يتسع. ماشي يا دكتور ادي الاسباب الماترنال ادي الاسباب الفيتا. طب وايه اللي حصل في البيت الكئيبه بتاعت السنه اللي فاتت دي؟ فضلت تضحك تضحك في الورق والكل جاي في الاخر نفس النوم. يا رب انت لو كنت ذاكرت السيستم ام بخيله والكلام ده وبالمنظر ده كانت كنت اخدت الفول مارك. يلا ربنا يستر. لوكال يعني ايه لوكال يا دكتور؟ اللوكال معناها المسافه. لوكال معناها المنطقه كلها. ايه لوكال المنطقه كلها؟ ايه الموجود في المنطقه؟ البلاسنتا والامنيوت فلويد والرحم. والدليل فعلا كاتب لك كل حاجه. ايه اللي موجود يا دكتور في البلاسنتا؟ منبخ وحش، يعني ايه عند حد منبخ وحش؟ بلاسنتا دي سفشنت كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستي. يعني يا دكتور المطبخ الوحش هيعمل ايه؟ يعمل ايه؟
نفس الكلام يعني عارف شو عارف كريت المهم. طب ايه يا دكتور الموجود في الأندروفلون بالمناسبة ايه كان الأندروفلون بتقع يبقى دي أشهر أسباب عندي بتاع الأندروفلون أشهر أسباب للكريت المهم. يقول لي ايه انفكشن او ايه اللي حصل في المية لوبولي هيدراموس. طب والانفكشن حصل بسبب مين؟ بريماتور رابشور فورمين. يبقى اشهر اسباب للبريترم ليبر هي بتاعت المية بولي هيدراموس او حصل بريماتور رابشور فورمين اعطابها مين؟ اعطابها عندي انفكشن. ماشي يا دكتور. طب واخر حاجة لوكال انا كاتب مين؟ رحم مشوه. عارفين رحم مشوه ده الاسم ايه؟ سبتين او ايه؟ او باي كوريلي او باي كوريلي كان فعلا يسقطوا البيبي قبل الاسبوع 28 او ينزلوه مين؟ او ينزلوه عندي بريتر ليه. اوكي انا تحقيق الامر بعض الناس لو جول قالوا لك ايه اشهر سبب للبريتر ليبر قول لهم اشهر سبب للبريتر ليبر بريفيوس اكتب على جنب الحته الفاضيه اللي على اليمين سام سي ذا كومنست كوز اوف بي تي ال از بريفيوس بي تي ال لان احداث الحمل بتتكرر يبقى في بعض الناس في المستشفى يقولوا اشهر سبب بوليهيدراموس او بريماتور رابشور ممبرين عامل انفكشن في ناس ثانيه تقول بريفيوس بريترم ليبر اور انديوسد ابورشن اور بريفيوس انديوسد ابورشن. يعني ايه بريفيوس انديوسد ابورشن؟ يعني مش الست اللي سقطت بنفسها انا اللي سقطتها غالبا بدخل على حديد كده جوه السيرفكس اسمها هيبر هيبر لا في آلة تانية حديد غير الهيبر غير الهيبر لا يا عم الآلات الحديد دي صعبة ادخلها لأن انا بدخل حاجة كده رفيعة زي الخير السنان توقف غير الهيبر ده مارية في التحضير ده مارية في لكن توسع شوية في المراوة عليك. يبقى ناس بيقولوا ان اشهر سبب للبريتور الهيبر بريفيوس بريتور الهيبر او بريفيوس النيوز ابورشن. وناس تانيين بيقولوا مين بوليهيدراموس او انفكشن او بريماتور رابشر ممبرين. طب انت ليه يا دكتور محمد بتقول كده؟ انا بقول لك كده لان حضرتك علاج البريتور ليبر صعب. انا لو عندي فيماكس بيجي لها انخفاضات عندي قويه في الرحم وبيحصل عندي سيرفايكال تشينج الدبه هينزل غصبا عن عين اهلك. عشان كده بقول لك العلاج الاساسي اسمه ايه؟ بروفلاكسس. يعني ايه بروفلاكسس يا دكتور؟ يعني شايف كاتب لك ايه رقم واحد؟ شوف مين البيشنتس اللي ار ات ريسك وظبطهم من البدايه. بيشنتس ار ات ريسك اللي هم مين البيشنت ات ريسك؟ عندهم قبل كده بريفيوس بريتر ليبر، عندهم بوليهيدراموس، عندهم بريماتور ابشن انفكشن. هم دول الهاي ريسك ومين؟ اعمل لهم بروفلاكس. ليه يا دكتور؟ لان لو الست دخلت في بريتر ليبر شايف ازاي في الخانه رقم 2 و3 شايف ازاي بتخش في بريتر ليبر على مرحلتين؟ مرحلة أولانية اسمها present والمرحلة الثانية اسمها ايه؟ established. دي بتفكر بيزنس. ومين برضه كانت بتسقط على مرحلتين؟ مش بقول لك قريبين أوي من بعض. المرحلة الأولانية في الأبورشن اسمها present والمرحلة الثانية اسمها ايه؟ inevitable. أنا برضه عندي هنا نفس الحكاية. يبقى المانجمنت بتاع البريتر ليبر بتقسم على أربع حاجات. يا ريتك من الأول تشوف مين العيانين اللي ذكرتهم لك الفيروس عندهم بروفلاكس. ولو العيانه دخلت في البيتزا ليبر يكتشفهم بدري وهم اتركت. ولو العيانه عندي استبلش البيتزا ليبر وبتولد فعلا حاول تاخرها 48 ساعه بادويه اسمها توكو. جدع اللي يقول لي هدف التوكوليتيك الوحيد ليه هو تاخير 48 ساعه. على بال ما مين يشتغل ويحسن اللونج ماتيوريتي ستيرويد. يبقى لو الحاله استبلش كل هدف في عندي ان انا اديها تكوليتك ياخرها لمده 48 ساعه على بال لما الكورتيكوستيرويد عندي تشتغل. ولو يا دكتور عندي غصب عني التكوليتك دي ما فلحتش والست ولدت نمره 4 ايه الدليفري اوكير انا مش هروح اسلم لدكتور ابو الاسرار بيبي معفن وبايظ وبريتر. خد بالك ان الواد ده البروجنوز بتاعه حلو ولا وحش؟ ده أسوأ واحد لانه محروم ولا مطرود؟ مطرود فاضي. علشان كده حضرتك كل حاجه فيه زباله. ريسبيريشن زباله ونيوتريشن زباله وكوميونتي زباله. علشان كده تلاقيه وقت الولاده تاخد بالي ريسبيريشن زباله ما تديلوش حضرتك ديبرسنت دراجز. اميونتي زباله ادي انتي بودي بس هيحصل له انفكشن.
مش عارف عندي البيبي بس الفراجايل في البلد اللي هيحصل له اثناء الولاده هيترفرين الهيموجي. فهو ده سيستم مين؟ سيستم العلاج عندي. ويلا نبتدي باول خانه اللي هم العيانين الار الار ات هاي اي هاي ريسك. تعمل لهم ايه يا دكتور؟ كاتب لك ايه؟ متابعه متابعه اوكي متابعه. ايه يا دكتور اللي تابع بيه؟ ليه خايف عندي ان الست عندي تومي بريتور ليفر؟ خايف يكون عندها بولي هيدرامنوس انفكشن. اكتر حاجه اقدر اسيطر عليها انفكشن. على فكره كانت واحده عندي النهارده الصبح في الدرس بتقول لي بالصدفه اختها في امريكا واخدوا لها من الفاجينا على الشهر الثامن سيرفايكو فاجينال سواب. قلت لها ايه؟ قالت لي علشان يشوفوا الجي بي اس جبس. قلت لها طب لو ايه؟ قالت لي لو بص. قلت لها ادوها ايه؟ قالت لي ادوها ريتروميس. والله العظيم الكلام ده حصل. حد يقدر يقول لي ليه في امريكا؟ طبعا الكلام ده مش في مصر. ليه في امريكا بيعملوا كالشر للانفكشن اثناء الحمل؟ اختار لي مرضين هنا انا خايف منهم. بري تيرم ليبر وبري ايه؟ بريماتور رابشن كومبرين. برافو عليك. اشهر الاسباب للبريماتور رابشن كومبرين انفكشن. واشهر الاسباب للبري تيرم ليبر انفكشن. ليهم حق يعملوا ديورين بريجننسي جود انتي نيتال كير علشان يعالجوا مين؟ يعالجوا عندي الانفكشن. ماشي يا دكتور. وعلاج الانيميا؟ ماشي يا عم بالمره هتبقى كده وخلاص. اوكي. طيب وتعمل ايه يا دكتور؟ بعملها عندي زي حالات الابورشن. ايه الابورشن كنا بنقولهم ايه؟ ثلاث انواع من الرسم. منتل وفيزيكال. انا هعمل للعيانين الهاي ريسك نفس الكلام. شايف؟ سيداتيف ده معناها ايه رسم؟ mental rest, no sexual intercourse, sexual rest, وفي الاخر ايه؟ physical rest, 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 rest. وتقول لي انت ليه مريحني كده؟ تقول لها عشان انت عرضه لمين؟ للبيتر ليبر. تقول لي يعني ايه بيتر ليبر؟ لا يعني الرحم ينقبض لدرجه كام مره يا محمد؟ 6 8 في الساعه او 24 دقيقه، ومين عندي يبتدي يتحرك؟ السيرفكس يبقى فيه ايه؟ progressive change. راحت الوليه قالت لي الست مدام قالت لي ايه؟ قالت لي ما عندكش وسيله نقدر نعرف بيها مبكرا ان السيرفكس يوسع بالرحم. يعني انت ما اصحاب انا فعلا في عيادتي عامل لي سيريال فول اب باي مين؟ ترانس فاجينال التراساوند. الترانس فاجينال التراساوند ده ممكن يشوف تغيرات السيرفكس بالفيشن ريبليسمنت ملي 2 ملي ربع ملي. لو تابعت بيه عيانينك هتبتدي تعرف التشينجز دي في بدايتها تماما. وناس تانيين قالوا لي على فكره حلوه جدا. قالوا لي يا دكتور انت ما كنتش عارف ان الابيوتيك ممبرين مريح بالمصدر ده على السيرفكس؟ قلت له اه. قلت له عارف ايه الماده اللي لحمه الابيوتيك ممبرين والسيرفكس؟ قلت له ايه ماده اللحام في الجسم؟ قال لي اسمها فايبرونيت. طب ما في ليه قلت له ده بلاد فيسل والسيرفيكال دي هي الاندوثيليوم بتاع الاندوثيليوم بتاع الفيسل. وحضرتك في ليهم فراغات شايف الاسمنت اللي بينهم ده اللي بيقفلهم اسمه ايه؟ فايبرونيت. طب اللي بين الممبرين والسيرفكس ده مين اللي قافلهم في بعض؟ فايبرونيكت. عارف لو السيرفكس اتحرك ملي وسع ملي الماده دي مالها؟ هتنفصل وتنزل في مين؟ في السيرفايك وفاجينال فلو. برافو عليك. كل دي سيريال فولو اب علشان احاول اكتشف عندي بري تيرم ليبر ايه؟ مبكرة. طب واخر حاجه بس الكلام ده بيتعمل في امريكا بس. قالوا لهم ايه؟ الاسترايول. وانا الصراحه مش عارف الكتب مش موضحه. هل عندي الاسترايول بيعلى فبيدخل الست في ليبر ولا لما اليوترس بيكونتراكت الاسترايول بيعلى؟ المهم ان الاسترايول ده ايرلي ماركر ان اليوترس بايه؟ هيكونتراكت. ساعتها بيشوفوه فين؟ ورقه كده يقولوا لك ابصقي عليك بيشوفوه فين؟ في الصلايفا. بس الدكتور علي عيان مهتم قوي بالكلام ده ان يقول لك العيان عندي الاتايرس ما تغسلهاش بتابعها في عيادتك. بس اكشن اللي بيحصل هو بس الترانس فاجينال التراساوند. لحد بيقيس السيرفايكو فاجينال فايبرونكتين ولا عندنا في مصر السليفري استرايول ده بيتعمل خالص. طب وايه الحكايه بعد كده يا دكتور؟ الحكايه بعد كده ان عندي دوايين وعندي عمليتين ممكن اديهم للست. ايه الدوايين دول؟ ايه الدواء الرباني المهدد للرحم؟ بروجستيرون ده ابروف من امريكا. تقول لك ادي حقنه 150 ملي جرام كل شهر اسمها يكون روبير. برافو عليك. طب ايه يا دكتور الدواء الثاني اللي بيريح الرحم عندي؟ توكوليسيس. اكتب جنب توكوليسيس هرتشه طبيه. There is nothing called prophylactic توكوليسيس. هنشوف بعد شويه يا جماعه
The bonuses are not given for long term. عمر الكونسز ار جيفن فور كام ساعة؟ 48 hours. أنتين مين يشتغل؟ أنتين كورتيكوسترويد يشتغل بس. أنا ما دكتور أدي الكونسز كبروفلاكسس يوتيوبار أو حاجة هتشوف دلوقتي حالا no medical evidence. لا الكلام ده مهم. الكلام ده مهم. يبقى العينين عندي الأفايرس لا دكتور مش شرط تديهم إيه؟ بروجستيرون أه. بروجستيرون صح. إنما الكونسز لا. ماشي. وعندك بعد كده كاتب لك ايه؟ عمليتين تو اوبريشن. ففين حالات الاي بي اف؟ اما بنقل عندي كذا بيبي اربعه خمسه، طب ما كل ما عدد البيبيات هيزيد كل ما يحصل ديستنشن ويحصل ريتيرن ليه؟ مش كده كنا بنقلل عدد البيبيات دول بطريقه خبيثه؟ جدع بيقول لي الموضوع ده اسمه ايه؟ سيلكتيف ان ريبرودكشن. برافو عليك. ادي عمليه اقلل بيها عدد البيبيات أموته بوتاسيوم كلورايد اسمه سيلكتيف ان ريبرودكشن. طب في عملية ثانية يا دكتور؟ ينفع العيانين الات ريسك عندي إن يحصل لهم بريتر ليبر أعمل لهم سيركلاش؟ بص يا جماعة السيركلاش نو ايفيدنس، الفيكوليتكس نو ايفيدنس. يبقى لا السيركلاش بيتعمل ولا التوكونس بيتعمل. السيركلاش ده يا جماعة ما بيتعملش إلا جاد في آخر رامز. قولوا يا جماعة. يلا. السيركلاش ما بيتعملش الا في ثلاث حالات مش من ضمنهم بيتر ميل. اولهم حاجه كان اسمها باتيلس الترنالوس ادي 10 جنيه وايه كمان؟ يوتراين مالفورميشن سيبتم او بايكونيل وايه كمان؟ تريبلت رينجز تريبلت رينجز. حاضر يا عم حاضر يا عم عم دبان حاضر يا جماعه انت تروح هناك قبل يوم ما يبقى السيركلاش له ثلاثه اندكيشن مش من ضمنهم بريماتيورتي خالص او مش من ضمنهم بروفلاكس. لان لسه قايل لك النهارده السيركلاش بيعمل مشكلتين ممكن يخلي ميتين تنزل ميه اسمها ايه؟ امنيوتيك فلويد وميه ثانيه اسمها ايه؟ يورين بتاع اللبن. يبقى مش اي حد يتعمل عليه سيركلاش. اوكي. يبقى عندي هتعمل ايه للبيشنت ات ريسك؟ يا دوبك يرتاحه ويا دوبك متابعه بالمنصه مجانا الاقرصان وممكن ادي بروجسترون كل شهر حقنه وبس. لغايه امتى يا دكتور؟ لغايه اما العيانه فجاه تتصل بيا في البلد وتقول لي الحق يا دكتور انا بطني بتنقص وخايفه لاكون بول. على فكره خايفه لاكون بول دي اسمها ايه؟ threatened return date. قال لها انت متاكده يا مدام حضرتك ان في عندك established ولا threatened؟ تقول لي مش عارف. انا عندي وجع وخلاص. على فكره انا معلم العيانين والعرض اللي يجيلهم بريتر ليبر مع اي مخصر يجي المستشفى خوفا لا يكون بجد وما يقدروش يحددوا. اوكي. فعشان كده تلاقي يعني ايه ثراتن بريتر ليبر؟ ثراتن بريتر ليبر يعني اوجاع اي كلام زي الفورس ليبر فين. وبالذات لما تبقى مسمعه مين؟ لضهرها. على فكره لو مسمعه لضهرها يبقى معناه مين بيوسع؟ السيرفس. طب لما السيرفس يوسع مين هينزل منه؟ شويه ميوكس. عشان كده كلنا نستهلك تاني تشينج اوف ذا كاركتر اوف ديشارج. يبقى بقول للست ايه؟ انا بعلمهم كده يا ماما لو جالك اي اوجاع بالذات لو مسمعه بضهرك ده معناه ان الرحم بينقبض وعنق الرحم بيوسع. وكمان لو عندك تشينج اوف ذا كاركتر اوف ديشارج ابتدى يزيد اخاف عندي السيرفس ابتدى يكون بيوسع والحاجات دي تنزل. فتيجي تقول لي طب اعمل ايه؟ سيب البلد وتعالي لي حالا وانا في المستشفى اللي اعرف اذا كنت ستريتن ولا استبلش. اعرف ازاي؟ احقق الديفينيشن. الديفينيشن بيقول ان اليوتران كونتراكشن قد ايه؟ 6 ل 8 ل 6 اروح جاي ادينا امتياز حط ايديه كياتينه على بطن العينه لمده ساعه. يا دكتور كتير قوي. خلاص خليها ثلث ساعه. كم كونتراكشن؟ ثلث ساعه. 4 كونتراكشن. يا دكتور كتير قوي ثلث ساعه. امشي ادينا مش عايز. عندي جهاز اسمه ايه؟ مونيتور. والمونيتور عندي يحس اليوتراين كونتراكشن. يبقى اليوتراين كونتراكشن يحسها بالبالبيشن يحسها بالمونيتور. طيب وبعدين هاجي انا اليوتراين كونتراكشن ممكن تعمل لي ايه؟ سيرفايكال تشينجز. فاحط ايديا جوه السيرفكس عشان اشوف السكور اسمه ايه؟ الحمد لله لا في يوتراين كونتراكشن قويه دي انا شفتها ولا في عندي اي سيرفايكال تشينج بالبيشوب. على فكره الست دي اتضح ان هي ايه؟ ثراتن ريتر ليه؟ خوفتنا وبس. خلاص يا دكتور روح تاني بالها البلد. اه يا ماما بس بما انك قاعده هنا وعلى بطن حاجه اسمها مونيتور تعالي نطمن على البيبي بالمره ونعمل ايه؟
by physical profiling سيكشي. يبقى اسرات البريترم ليبر تقدر تطلع منه بحاجتين، يا الست ما عندهاش حاجه فساعتها تطلع للمربع رقم العوده للمربع رقم واحد تتعامل كهاي ريسك فول اب، يا اما الحق ادينا يا دكتور الست فعلا بتتوجع الحق السيرفس فعلا بيتغير، يبقى حضرتك الست عندها مين؟ استبلش بريترم ليبر تترقى للمربع رقم ثلاثه. طب لو دينا فعلا جت قالت لي الحق عندي اكتف ترند بروجريشن بروجريسف سرفايكال دايليتيشن، عارفين اعمل ايه؟ immediately هروح اجهزها في المستشفى واعمل لها اكيوت هايدريشن فلويد ريست وهايدريشن زي ما انا كاتبها ريست، بريحها على ضهرها ولا على جنبها؟ علشان ما تضغطش على الاورطه والانفير بناكير. طب وهايدريشن ليه؟ يلا ليه؟ يلا سامع عشان تحلل 20 جنيه. انت كل مرة هتاخد نفس الفلوس تقول تعب كده، برافو عليك. يبقى لو الميه كتير عندي اديتها هايدريشن جامد مين اللي هيحس الكلام ده؟ السيل بيتيوتري، يا نهار ابيض بقى عندي ميه كتير، ابطل اطلع هرمون اسمه ايه؟ اي دي اتش، عشان يحصل لي مين؟ دايورس. يبقى انت بتدي ميه كتير ليه؟ علشان العب مع البيتيوتري. لو بقى عندي ميه كتير اكيوت هايدريشن ايه اللي هيحصل؟ الفستير البيتيوتري هيبطل يطلع اي دي اتش واخول لجنبه، اخول لجنبه اسمه ايه؟ اوكستوسيس، وده اللي انا عايزه. يبقى اما تدي ميه كتير هايدريشن هتقلل عندي الاي دي اتش سكريشن وبالمره اخوها اللي جنبها، مين اخوها اللي جنبها؟ الاوكستوسيس اللي بيطلع في الفستير البيتيوتري. اديك استفدت. طب والعيانه يا دكتور هتعمل لها ايه؟ هديها ثلاث ادويه. جدع بيقول لي كل دواء من الادويه دي ليه؟ ليه هديها انتي بايوتكس؟ عشان من اشهر الاسباب مين؟ انفكشن، برافو عليك. الدواء الثاني ليه هديها كورتيكوسترويدز؟ علشان احاول احسن مين؟ لارج ماتيوريتي. طب الكورتيكوسترويدز دول يا اما هي ايه؟ يا بيتا ميستازون يا ديكستا ميستازون. افتح صفحه 204. علشان تحسن عندي اللانج ماتيوريتي عندي لاي بيبي لازم الاول تعمل ايه؟ assessment للlong maturity. سؤال how to assess long maturity؟ عرفت الاول بمين؟ بالهيستوري بلس من السيرفي. بس عندي كام شرط؟ ثلاث شروط، لو اتحققوا والست مكمله 37 اسبوع بقت اللونج ماتيوريتي. طب لو نوت شور اوف ديت بعد الهيستوري يلجا لمين؟ اكزامينيشن. وعندك خريطه موجوده في البطن، ايه الخريطه دي؟ بتقول لي حضرتك ان سنسس بيوبس 12 امبيليكس 24 دي ديسترنال 36. طب افرض عندي اسباب تخلي الفاندل ليفل فوق او تخلي الفاندل ليفل تحت، هعرف كده عندي انا فين في الخريطه ولا اتلخبطت؟ اتلخبطت. يبقى الهيستوري ممكن ما يبقاش كونكلوسيف، اكزامينيشن ممكن يبقى عندي ريفراكشن دايجنوز. طب نطلق على اخر حاجه على مين؟ انفستيجيشن. طب انفستيجيشن ابتدي بالحاجه الانفيزيف ولا النون انفيزيف؟ وهي الالترا ساوند. قولوا لي ايه اللي بيحصل على البلاسنتا مع الوقت؟ كالسيفيكيشن. كل ما الكالسيفيكيشن بيزيد كل ما البيبي يبقى مور ماتيور. على فكره اما بيحصل على البلاسنتا كالسيفيكيشن البيبي حجمه بيصغر ولا بيفضل بيكبر؟ بيكبر على حساب انه يعمل ايه؟ على حساب انه يقلل افرازاته، يقلل مين حواليه؟ يقلل الميه اللي حواليه. طب على فكره اما الميه بتقل حوالين البيبي الماتيور الميكونيوم اللي هو بينزله العادي بيبقى دايليوتد ولا لا؟ نوت دايليوتد. عشان كده اللايكر بالالترا ساوند بيبتدي يبان ان هو ايه؟ تربت. فهمت ليه من علامات الماتيورتي بالسونار ان اللايكر يبقى تربت؟ ليه يا دكتور؟ لان حضرتك مع الوقت بيحصل بلاسنتال كالسيفيكيشن. طب اللي بيحصل كالسيفيكيشن ايه اللي بيحصل؟ البيبي بيكبر فكمية البراز اللي بيطلعها بتكبر. طب البيبي بيكبر ومين بيقل؟ الميه بتقل. فالبيبي بيطلع ستولز اكتر والدايليوشن بتاعه بيبقى اقل. فيبتدي عندي الميه تبان ايه؟ تربل معكره. على فكره يا صار ده مش معناه ان انا لو عملت رش في الممبرين الاقي عندي بيكونيوم ايه؟ بيكونيوم ستيل ده موجود تاني. يبقى التربل دايكور ده مجرد الترا سونوجرافيك فايندنج بالسونار. الاقي مجرد المايه معكره، مش معناه ان انا لو رشقت لا هتلاقيها ما تنزل تبقى كلير ووتر فلويد عادي، ده مجرد سونوجرافيك فايند. طب يا دكتور يبقى الحاجات النون انفيزيف بالالترا ساوند بلاسنتال كالسيفيكيشن وتربل دايكور. افرض نون كونكلوزيف اخر حاجه اللي جات لها ايه؟ انفيزيف. تعمل مين؟ امنيوسنتيسيس.
شباب عبد عزم اي حاجة تانية في على الاسبريشن اقوال اثنين هاتت امجيوتك فلوك ده والله لو فيه سرفاكتن شوية زيت هم عليهم شوية كحول عارف ورجهم لو ده كحول فعلا وعندي كمية زيت سرفاكتن كتير فعلا حتى في انترفيس حصل ما بين الزيت والكحول بقى فيه ايه بابلز هتشوف البابلز دي هتفضل عندك ستيبل لكام دقيقة الانتباع ده اسمه ايه بس شين تست اسمه ايه تست بابل ستابيليتي تست برافو عليك قال اختبار تاني حط شوية كحول على شوية المية لو المية دي فيها زيت يبقى الكحول مع الزيت هيعملوا عندي فرقيع بابلز كويس الحاجة الثالثة عندي كنت بقول لك من شوية في اختبار اسمه نايت بلوس والله جدع يقول لي نايت بلوس الفات ده بيعمل ايه ده بيظهر مين الفات كونتين الفينير سيلز طب هو البيبي عمر ما بيبقى في الابيثيليوم بتاعه فات الا لما بيبقى البيبي ماتيور يبقى النايت بلوس الفات ده من علامات الفيتال ماتيور روزبول الفات كونتين الفينير سيلز طب صلح معلش رابع حاجة عندك ايه انا كاتب ان الكرياتينين مع الوقت بيزيد يبقى اكتر من 2 مل بيزيد ولا بيقل المفروض ان كده بتتحسن المفروض الكرياتينين يقل بيزيد ولا بيقل بيزيد يا جماعه ده معناه ايه معناه ان الكلى بتاعت البيبي بقت مور ماتيور وبقت تطلع تستخرج من الدم كرياتينين اكتر وتوقعه فين في الامنيوتيك فلويد فالامنيوتيك فلويد كرياتينين هيزيد هيبقى اكتر من 2 مللي جرام بير سنت لو عملت اي اختبار من اختبارات اللونج ماتيوريتي دي ولقيت حضرتك ان البيبي ان ماتيور هتدي ايه علشان تحسن الماتيوريتي؟ كورتيزون وش على السؤال الشباب شورت اكتنج ولا لونج اكتنج؟ لونج اكتنج ممنوع هيدروكورتيزون ممنوع سوليوكورتيزون امال بتدي مين يا دكتور؟ يا بيتا ميتازون يا ديكستاميثازون والجرعه اهم من الدسم كل العيانين اللي قاعدين في المستشفى وايرس كلهم بياخدوا كورتيكوسترويدز بيتا ميثازون 12 مللي جرام بتتكرر بعد 24 ساعه كمان مره يعني كم من اخر 24 مللي جرام ديكسا ميثازون اربع جرعات 6 مللي جرام كل 12 ساعه يبقى البيتا ميثازون 12 كل 24 12 اضرب في 2 بقت 24 انما الديكسا 6 اضرب في 2 بقت كل ايه؟ كل 12 ديكساميثازون 6 مللي جرام كل 12 ساعة كم جرعة؟ 4 جرعات طب اللي يحتار يا دكتور يقول ان الكورتيزون كم مللي وخلاص 24 مللي جرام بيتاخدوا عندي ابتداء من الاسبوع كام؟ ابتداء من الاسبوع 28 لغاية الاسبوع 34 يلا الاسئلة الشهوة ليه ممنوع تدي الكورتيكوسترويد قبل الاسبوع 28؟ سيرفاكتر لسه ما تكونش في اللمبة سيرفاكتر لسه ما تكونش في اللمبة يبقى انت ما فيش اي لازمة انك تديه قبل الاسبوع 28 ما فيش سيرفاكتر طب ليه ممنوع انك تديه بعد الاسبوع 34 كل السيرفاكتر نزل كل السيرفاكتر تتصنع كل السيرفاكتر نزل يبقى ما فيش ايه ما فيش لازمة انك تديه فبندي كورتيزون ازاي بنديه كل اسبوع يعني الحقنة بتتكرر ايه كل اسبوع من الاسبوع كام الاسبوع كام 28 للاسبوع عندي ال 34 فناس عندي في اللمبة كل السفاتة طلع وتصنع ونزل بقى خلاص معاهم اوكي يبقى كل اسبوع ابتداء من اسبوع 28 ل 34 طب يا دكتور ناس تانيين جم قالوا لنا ايه مفيش داعي انك تكررها كل اسبوع ادي ايه مرة واحدة بس ودي المدرسة اللي ماشية دلوقتي في المستشفى كورتيزون ميجيبل فور سيجن فايف ليه يا دكتور؟ فاكرين دكتور هاني ايوب اللي بيقول لك حاجة اسمها اول اور نون رول فعلا الكورتيزون لو اديته بيطلع كل السرفاكتا ويشغلهم كلهم مرة واحدة وشكرا يبقى الكورتيزون ممكن يتاخد سنجل تايم احسن ما يفضل يكرر عنك عشان ما نزودش مين؟ السايد افكتس اوكي يبقى في دواء بيتاخد اسمه انتيبيوتيك علشان اشهر سبب انفكشن وفي سترويدز بتتاخد يا بيتا يا ديكسترا علشان تحسن اللاج ماتيوريتي وفي ادويه بتتاخد اسمها ايه؟ تكورس هقول لك عليها كلمه واحده بس مين اشهر تكورس موجود في مصر؟ يوتيوبار اسمه ايه اليوتيوبار ده بيشتغل اسمه ايه؟
بيتا 2 أبنس. الكلمة الوحيدة اللي عايز أقولها هذا الإطار البيتا 2 أبنس لغاية النهاردة have not been approved by FDA في أمريكا. Food and Drug Administration في أمريكا. جدع اللي يقول لي يبقى أشهر دواء بيستخدم في مصر ممنوع في أنظف بلد في العالم من الناحية الطبية. عارف ليه؟ لأن ده الدواء ده بيتاخد زي الأكسوس. الأكسوس كان بيتاخد إنفيوجن إيه؟ وتفضل تعلى بيه تعلى بيه تعلى بيه الأكسوس لغاية ما يجيب لك فيسيولوجيكال كونتراكشن. دي اسمها تايتريشن ماسوس. تايتريشن إنك تعلى بالحاجة. أوكي. في بيتا 2 أجنس الإطار بيتاخد إزاي؟ إنفيوجن دريبت. وتفضل تعلى بيه تعلى بيه تعلى بيه تايتريشن ماسوس لغاية ما يجيب لك مين؟ نيوترال كونتراكشن. وانت عمال تعلى بيه هيفقد البيتا 2 او نسبه افكت ويعمل افكت كمان على البيتا مين؟ 1. علشان كده بيبتدي ياثر على مين؟ على الهارت. وتلاقي العينين يجي لهم بالبيتيشن اريزميا اسكيميا انفاركشن دف. مش كده انا فاهم؟ يبقى دكتور ايه المشكله؟ وانت عمال تعلي الجرعه بتفقد السيل اكتيفيتي وما تشتغلش بس على البيتا 2 لا كمان تأثرت البيتا 1 ارسم الرسمه دي على الهارت بالبيتيشن اريزميا اسكيميا انفاركشن بس علشان كده اتمنع. طب ويشتغل مين كمان يا دكتور البيتا 1 على الليفر؟ يعمل ايه يا دكتور؟ يعمل جلايكوجينوليسيس يعلي الجلوكوز. طيب يبقى يشتغل كمان عندي على الليفر يعمل جلايكوجينوليسيس يعلي الجلوكوز. ويشتغل كمان على مين يا دكتور اخر حاجه؟ على البنكرياس. يستيميليت ايه البيتا 1 يعلي مين؟ يعلي الانسولين. برافو عليك. يبقى يشتغل على الليفر يعلي الجلوكوز ويشتغل على البنكرياس يعلي الانسولين. قول لي بقى دكتور اسامه السنه اللي فاتت اما قال لك الانسولين بيعلى والجلوكوز بيعلى الاثنين دول يعملوا ايه في البوتاسيوم؟ هايبوكاليميا. انسولين ياخد الجلوكوز يدخله الخلايا ومعاه مين؟ ومعاه البوتاسيوم. هي ناقصه ناقصه اريزميا وهايبوكاليميا هتنصل اريزميا عشان كمان يحصل هايبوكاليميا. انسولين ياخد الجلوكوز يدخله الخلايا ومعاه كمان البوتاسيوم. والمصيبه ايه؟ ان هذا الدواء بيعدي مين؟ البلاسنتا. يعني نفس التاثير ده بيظهر كمان على مين؟ على البيبي. يبقى دي الكلمه الوحيده اللي عايزها تعرفها في الكوليسيس ان البيتا 2 اجنس ده دواء حلو ولا وحش؟ وحش. والرغم كده بنستخدمه فين؟ في مصر. وحشته انه بيأثر على القلب بالبيتيشن على الليفر هايبرجلايسيميا على البنكرياس هايبر انسولينيميا ويروح اصلا عند مين؟ هايبوكاليميا. ونفس الكلام ده بيحصل على مين؟ على البيبي عندي. عشان كده في مصر ابتدوا ينتبهوا لهذا الكلام وتلاقي كل الدكاتره في الشكوى لو قلت لهم يتفرج يكرهوك. ويقول لك ده في بديل احلى منه مليون مره، حد جاب عليه. ايه البديل اللي عايزين يسمعوه في الامتحان؟ كالسيوم شامل بلوكرز، ايبيلات. احسن ذا سيفست كولسز بيستخدم الان. ايبيلات. مجرد عندي كبسوله حضرتك بتتبلع كل 20 دقيقه اربع جرعات، دي اسمها لودين دوز، كل 20 دقيقه. وبعد كده يا دكتور زيها زي اي كبسوله اربع مرات في اليوم، كل ست ساعات. يبقى اللودنج دوز كل 20 دقيقة عندي أربع جرعات، وبعد كده المانتنس كبسولة كل عندي ست ساعات، مفيش مشاكل خالص، ده أشهر توكوليتك عندي. طب ولو الراجل ما حبش الكالسيوم شانل بلوكر، ليك بدائل ولا لأ؟ في دواء اسمه أنتي إيه؟ بروستاجلاندين، بس له ثلاث مشاكل يا إنش، جدع على طول مين؟ إن الأنتي بروستاجلاندين لو استخدمت على المدى الطويلة تعمل؟ دي منشور كلوجر دافيس أركلوز. طب وعلى الميه تعمل؟ قول لي يا درامس انها تاثر على الكلى، فاضل حاجه. وهتعمل ايه؟ بوست تيرمينيك. بوست ماتيورتي. لان البروستاجلاندين ده كان واحد من الثيريز اوف ايه؟ اوف اونسون ثيريز. يبقى زود الحاجه الاخيره على الانتي بروستاجلاندين اللي ناقصه عندك. مكتوب عندك هيعمل بريماتيور كلوجر دكتوس اركيوز ومكتوب قول لي يا درامس زود ثالث حاجه عندي بوست ماتيورتي. يخلي بيجا عندي بوست ماتيورتي. اوكي. طيب في بديل اخير للانتي بروستاجلاندين؟ مغنيسيوم صلفيت. هذا المغنيسيوم صلفيت سم قاتل. حد يقول لي ليه سم قاتل؟ يبقى الانتي بروستاجلاندين ليها ثلاث مشاكل مش كده ما بنحبوش. والمغنيسيوم صلفيت سم قاتل علشان ملوش غير 1 way 4
فور اكسكريشن وريت اكيلر. عشان كده لو سألت في الامتحان what is the most widely used البيتا 2 agonist, لكن what is the most safe كالسيوم شانل بلوكر, what are the other alternative انتي بروستاجلاندين ومغنيسيوم سلفيت. بس كل واحد له ايه لوك مشاكل. الحاجة الوحيدة الجديدة اللي قلتها لك النهارده, بص على اللي مكتوب على الأزرق اللي على الشمال, بص على مكتوب على الأزرق اللي على الشمال, هتلاقي حضرتك إن التكورسز دول بيتاخدوا بطريقتين, يا شورت تيرم يا لونج تيرم. يعني إيه شورت تيرم؟ 48 ساعة بس. يعني إيه لونج تيرم؟ يعني أسابيع. على فكرة الحتة دي بتصير كتير جدا في الشفا. التكورسز يا جماعة ما بنشغلهاش غير شورت تيرم, مجرد كام ساعة؟ 48 ساعة. على بال مين عندي ما يشتغل كورتيكوستيرويد تعمل ايه؟ لونج ماتيوريتي. يبقى لو واحده فعلا عندها استابليش بري تيرم ليبر وعندها يوتراين كونتراكشنز بجد كبيره انك تبطل هذه الكونتراكشن 48 ساعة. حلوين حلوين. على بال لما ايه؟ على بال لما الاسترويد يشتغل, على بال لما جوزها يدور على حضانه لهذا البيبي اللي هيتولد بري تيرم. ده اللي بتقول على بال لما ننقل العيانة لتيرشري سنتر في حضانة كويسة. امال ايه لونج تيرم؟ دي خدعة خدعة انك تفضل مدي عندي التكورسز لفترات طويلة عندي حضرتك. كل ما تديها لفترات طويلة كل ما يزيد عندي السايد افكتس, كل ما يزيد عندي السايد افكتس والايه والمشاكل. عشان كده واللونج تيرم ده ملوش معنى. اصل لو سيرت عندها بجد استابلش بري تيرم ليفر هتفضل غصب عنك كبيرة بتقدر تأخرها كام ساعة؟ 48 ساعة. طبعا دكتور يبقى انت كده بتدي مين؟ بتدي انتي بايوتيك ستيرويدز كوبولس. طب لو غصب عنك الولاده حصلت هتعمل ايه يا دكتور؟ فيرست ستيج ليه قايل لك ادي انتي بايوتيكس؟ علشان الانفكشن البيبي ده ما فيهوش اميونيتي اوف ذا انفكشن. ليه في الفيرست ستيج يدي لك كاتب لك عندي ادي فيتامين كي؟ طيب يا علشان البيبي بيتر من الباسس بي فراجايل وعرضه الانترفرينيال هيمش. برافو عليك. طب عشان البيبي عرضه الانترفرينيال هيمش في السكند ستيج فاكر في البريتش ايه اللي كنت ممكن اعمله على الافتر كام جاب البريتش عشان ما تبقاش الانترفرينيال واي ديزيوتومي عشان اعرف كمبرشن دي كمبرشن وفورس. هتلاقي الكلام ده موجود فين؟ عندي على السكند ستيج. اللي عايز يمشي يمشي, اللي عايز يمشي يمشي عشان نصلي 5 مينت بالظبط. مش هقول لك البوست تيرم ليبر, هقول لك بس العلاج بتاعي تحت ايه اللي انا هعمله. مش هقول لك البوست تيرم ليبر كلها, هقول لك السيستم بتاعي. اوكي يلا يا شباب يلا اللي عايز يمشي يمشي دقيقه. لا لا دقيقه ايه؟ 5 ثواني. لو بعد ال5 ثواني دول حد قام مفيش. يلا يا جماعه ايه مشكله البوست تيرم ليبر؟ بص لي تحت خالص في البوست تيرم ليبر شايف الفيتس؟ عندي مشكلتين. انا بقول لك لما البيبي يبقى بوست تيرم المشكله عندي البيبي بيظهر في الحلق الاحمر ليبر لكن مين اللي بيجي له حواليه؟ بص يا محمد يا زكي بص على الكومبليكيشن كاتب لك ماتيرنال وفيتال والفيتال كاتب لك ايه؟ اسفيكسيا. ليه اسفكسيا يا محمد يا زكي؟ البوست تيرم ليبر علشان البلاسينتا بقى فيها كالسيفيكيشن. ايه اللي حصل في الميه؟ قليله. فشايف ليه اسفكسيا؟ ميه قليله مشيمه متكلسه. طيب والبيبي كل لما يبقى عندي بوست تيرم بيظهر ولا بيكبر؟ بيكبر. فعرضه انه يحصل ايه؟ انجري علشان عيل كبير. يبقى من مصلحتنا يا جماعه اما الستات توصل لل 40 اسبوع نولدهم ولا نسيبهم يكملوا؟ لا نولده. طب امال انت بتعمل ايه يا دكتور؟ شايف انا بقول لك ايه؟ عند الاسبوع ال 40 ما تولدش حد يا دكتور. ليه؟ سيب الولاده تحصل سموث بتاعت ربنا. الولاده السموث بتاعت ربنا احسن مليون مره من ولادتك. انا بقول لك بس على الاسبوع ال 40 قلق قلق. يعني ايه قلق؟ يعني الميه قليله، المشيمه متكلسه كالسيفيكيشن، فخاف للبيبي يجراله ستريس. طب بدل الان اعمل ايه على الست؟ قول لها انا ماما هعمل لك فيتال والدين تست مرتين في الاسبوع، اجيبك في المستشفى واعمل لك كل 3 ايام سي تي جي وباي فيزيكال بروفايل.
طب وهتسيبني في البيت كده يا دكتور؟ ما ممكن البيبي يموت في اي لحظه من الكالسيفيكيشن والاورجان ده. لا، وكل يوم تعدي لعب البيبي كم مره؟ 10 مرات. عارفين لو سبتها ابتداء من الاسبوع ال 40 80% من الستات بيولد في خلال 3 4 ايام. طب افرض ما ولدتش وسط الاسبوع ال 41، شايف كاتب لك اعمل ايه في الاسبوع ال 41؟ على فكره الكلام ده هتلاقيه مع كل اخواتك البنات. يعني الحته دي عمليه جدا. الاسبوع ال 41 فحص. يعني ايه فحص يا دكتور؟ يعني شوف السيرفكس بقى واخلص. لو لقيته اكتر من 8 معناه ان هو فيت فور ايه؟ اندكشن. بيشوف سكور حلو. اخلص، اعمل رابشر تمرين واستنى ساعه وادي الاكسوستون ولا لا. طب لو لقيتها نوت فيت فور اندكشن على الاسبوع ال 41 بقول لك اديها فرصه واستنى كمان اسبوع. يا دكتور استنى كمان اسبوع، ده خطر جدا، الميه تبقى قليله والبلاسنتا تبقى كالسفايد مور. يا واد ما انا بقول لك شرط علشان تستنى ان البلاسنتا ما تبقاش كالسفايد للدرجه. هعرفها ازاي؟ بالاميون ستريت اندكس. اهم حاجه لهذا الانتظار الاميون فلويد اندكس. لو الميه كويسه معناها المشيمه مش متكلسه لهذه الدرجه. اخر اسبوع هنستناه يا ماما، هنستنى الاسبوع كام؟ 42. حد فيهم بيقول لي طب ما كنت تخلص وخلاص، اقول لك الولاده بتاعت مين اسهل؟ السموث السبونتينيوس بتاعت ربنا. طب لو فضلت مستني لغايه الاسبوع ال 42 والست ما ولدتش، كاتب لك على الاسبوع ال 42 دي مين؟ دي النهايه. والنهايه بتاعتي بتحصل ازاي؟ انك بتتحصن. لو لقيتها فيت فور اندكشن باي ميشن سكور ولدت. طيب لو لقيتها نون فيت غالبا هتولدها ازاي؟ حد عارف ليه غالبا الستات دول على الاسبوع ال 42 معظمهم هيوم السيزيريان سكشن؟ العيل ايه؟ كبير والبلاسنتا ايه؟ كالسيفايد والميه ايه؟ قليله. اوكي يا شباب؟ يلا بتصلي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.